برضو من ضمن الحاجات اللي كان في برنامج النادي الاهلي اللي هو طرح تصور جديد للائحه النادي الاساسيه، وده احد اهم الموضوعات اللي انا بشكر اعضاء الجمعيه العموميه عليها. الحقيقه يمكن ملحمه كبيره جدا ان احنا ازاي نفكر في لائحه النظام الاساسي بتاعه النادي الاهلي. وممكن برضو افكركم بحاجه ممكن نسمعها، كنا قلناها من 4 سنين، نسمعها وارجع لحضراتكم. بعد كده اللائحة الأساسية. اللائحة الأساسية دي جزء مهم جدا جدا جدا. إزاي النادي الأهلي ما عندوش لائحة أساسية وفي هناك بعض الأندية عندها لائحة أساسية؟ اللائحة الأساسية دي من أولوياتنا، إن إحنا هنبتدي فورا نحط بنود اللائحة الأساسية مستقبل النادي، ولازم نعظم فيه دور الجمعية العمومية، إن دور الجمعية العمومية لازم يشاركوا في ده. ولازم إن هما الحقيقة يعني يكون لهم دور كبير في ده، لازم يرسموا، وده اللي كنت بقول لكم الاول لحظه، دوركم فين مع ناديكم؟ انتوا لازم ترسموا مستقبل النادي ده، لازم تساهم سيادتك انك ترسم مستقبل النادي ده. شوف الصوت علشان كده، ده كان امر من اهم الامور اللي احنا الحقيقه بشكر اعضاء الجمعيه العموميه قبل مجلس اداره، قبل اللجنه القانونيه اللي ساهمت، ان احنا فكرنا ازاي نصل ان احنا نجيب اكتر من 15,000 عضو يتواجدوا عشان يشاركوا في رسم مستقبل ناديهم وتاريخ ناديهم القادم. يعني هنا كان في زي مشروع للائحه النظام الاساسي، حطينا المشروع ده، كل اللي عنده فكره حطيناها، وخدنا طبعا من اللوائح النادي الاهلي القديمه، وكمان عرضناها للمناقشه على كل المستويات. المناقشه الحقيقه يمكن بالنسبه لنا يعني كانت مفيده جدا جدا عشان نصل للنظام الاساسي او لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. برضه هفكر حضراتكم كان في الوقت ده احنا ازاي، او النادي الاهلي ازاي تعامل في وضع النظام الاساسي بتاعه واشتراك كل الفئات. برضه نشوف مع حضراتكم. كان انا اعتبر ان دي كانت ملحمه، وملحمه كبيره جدا، لان ده اساس كبير واساس مهم جدا، بل هو اهم اسس النادي الاهلي. يكون عندك دستورك، عندك لائحتك اللي انت ما تخرجش عنها. بس برضه زي ما قلت لحضرتك، اللي شارك فيها كل اللي قدام حضراتكم الاعضاء، كل الاعضاء بجميع الشرائح.
حتى القدرات الخاصه اللي شارك فيه العاملين الرياضيين، لجنه اولمبيه، لجان النادي، مجتمعه الاقتصاديين، الفنانين والاعلاميين، ولجنه الصياغه اللي هي في الاخر بقى خدت كل المقترحات دي بعد المناقشه وصاغت دستورنا وقدمه لنا محمود بيه فهمي مع الساده الاجلاء القضاء، قدموا لنا دستور للنادي الاهلي. الدستور دوت كان فيه مواد كتير جدا، يعني انا مش عارف كام ماده بس مواد كتير جدا يعني، بس في ماده الحقيقه يعني انا وقفت عندها ولمست جوايا انا عقلي وقلبي للنادي الاهلي.